اليوم كان يوماً للمحاماة والمحامين، يوم الدود والنضال لفائدة الحرية والعدالة والقيم والإنسان. أثبتتم وفاءكم وغيرتكم على مهنتكم وعلى العدالة في بلدكم كما عهدناكم. فإن الفاعل السياسي اليوم وكل القوى السياسية ببلدنا مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتطوير وتفعيل أدوارها السياسية والدستورية وإبداء رأيها الفاعل المؤثر في كل ما يجري الآن في بلدنا، ومعاينة ما يطلع علينا من قوانين من رحم برلمان الأمة تقتل أحلام المحاماة وأحلام المواطن في مغرب جميل يسع للجميع ومن أجل الجميع. من بالرباط الأستاذ النقيب رويب عزيز، الهيئة التي استضافتها. نحن محامون ويعرفون رؤيتنا ويعرفون أننا على حق وأن مطالبنا مشروعة وأن كل ما نقوم به هو مطابق للدستور ومن أجل الدستور ومن أجل الوطن في العمق. المحامي قضية في العالم، المتحضر قضيته الإنسان أولا، قضيته الإنسان، حيث وجد الإنسان حيث كان الدفاع مقدس، وحيث كانت كرامة الإنسان كان الدفاع واجب. ولا يمكن ونحن في هذه اللحظة وهذه الملحمة أن ننسى إخواننا وأخواتنا في غزة وأن ننسى فلسطين وأن